اسم عبد المجيد فؤاد، رئيس جمعية ماروك. نعم السيد الرئيس، عاد دابا شفناك خارج من القاعة قلت أن شي كلشي كذوب، شنو تستدعي أكثر؟ كلشي كذوب، إن فيما يتعلق يبدو أن الكلمة ديال السيد الوزير دارت واحد الفتنة. كاين الإخوان هما معنا كيقولوا بأننا الناس كيجمعوا الفلوس، الجمعيات كتجمع الفلوس وكتاخذ الفلوس، في حين ان وزاره الجاليه هي اللي كتكلف بمساله الموتى ونقل الجثامين. حنا ملي مات السيد خالد في جيرزي سيتي، هذا اللي قتلوه البوليس، ملي مشينا عند القنصليه، القنصليه تقول لك حنا ما عندناش، ما كاين حتى شي صندوق، والناس كلهم، واخر واحد مات السيد، مات في كونيتيكت، الناس يرجعوا ليه باش يرسلوه. هذه المساله عمرنا ما كاين حتى شي دعم، سامعين بان كاين دعم من وزاره الخارجيه كتعمر واحد ملي كيموت السيد كيرسلو وكترسل الميت الاول وعاد كتعمر شي اوراق وهما مو كذا. اما مساله ان وزاره الجاليه كتكلف بالجثامين، اول مره كنسمعوا هذا الكلام، اما حنا ما كنعرفوش، اما السيد الوزير قال كلام غير صحيح. نعم، واش انت مع يعني شو انا فكره ديال ان يعني الدعم ما خصوش يكون للجاليه اللي مقيمه في الخارج كما قال احد الشباب؟ لا لا، الدعم ضروري. الدعم انا من في السؤال ديالك انا خصو يكون دعم، لان صحيح حنا كنعيشوا في اغنى دوله في العالم، ولكن هذا ما كيعنيش ان الناس كلهم، يعني بزاف عندنا ديال الناس خدام، اللي عاجا كاين اللي خدام خدامي، ماشي الناس كلهم موظفين وكلهم بروفيشنالز وكلهم دكاتره وكلهم كذا. مثلا احنا عندنا مدرسه، عندنا ويكاند سكول اللي هي المدرسه التكميليه، يعني الناس بعض الناس $50 اللي كيعطي للجامع كتجيه بزاف. اذا المواطن خرج من المغرب وخاصك تبعو المغرب، تبعو بالاعانات، ماشي كذا، ماشي كلهم، ماشي كلهم. هو كاين اعطي وخذ. انا مثلا اي واحد ملي كيرسل الفلوس للمغرب ولا كيشري ابارتمون ولا كيبني دار كيدخل العمله الصعبه، فيعني هذاك ماشي 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 عيب ان الدوله تعاون الناس. خذ مثلا تركيا، مثلا تركيا دايرين، الدوله التركيه او الحكومه التركيه كتعاون الناس، عندهم الابن التركي اللي كيخرج كيسالي من المدرسه، كاين دايرين اللي افتر سكول، كاين برنامج ما بعد المدرسه كيديك هنا بامريكا، في امريكا كيتعلم اللغه، كيتعلم الدين، كيتعلم كل وناس ناجحين، يعني ما يمكنش نخليو هذا. كاين الناس مثلا اللي انا مثلا عندي مشروع، يعني مشروع ان كيفاش الدري ملي يخرج من المدرسه، يعني اللي هو الدوام العادي، يجي يكون مركز خاص يعلموه، يديروا معاه الواجب المدرسي، لان ماشي كاين بزاف ديال الاباء. علاش ما تسمحوش على الدعم من طرف امريكا و... لا ما امريكا ما اعتقدش ان امريكا غتعاونك، لان عندهم هما عندهم برنامج ديالهم، عندهم افتر سكول. ولكن امريكا تدعم جمعيات في المغرب، ما كدعمهم لان عندهم مشروع، كدعمو باش يقول داك الشيء اللي بغاو يقول، كدعم الناس اللي كيدافعوا على الزواج المثلي، كدفع الناس اللي تعاون الناس اللي باغيين ياكلوا رمضان جهارا، ربما هاد الناس اللي كدعم المراه اللي هذا غير صحيح. نعم، ما انا جات مؤخرا لمدينه فاس وقامت بدعم عديد من الجمعيات، يعني في اطار انفتاح المجتمع المدني، لا علاقه لا بمثليه ولا ممكن. نعم. ممكن، ولكن اهم حاجه عندهم هي هاد الامور هذه. كلمه باختصار كلمه باختصار، ان انا كنقول الدعم اللي كنقول انا خاص يكون دعم للجمعيات او دعم للدعم، يعني صحيح كما قلت لك حنا كنعيشوا في دوله اغنى دوله، ولكن مع ذلك كاين فقراء وكاين ناس اللي عندهم دخل محدود، وهذو كيحتاجوا لمساعده من الدوله ديالهم. شكرا.